حياكم الله أحبابي في عالم زاريسي للفلوجات المفيدة والمتنوعة. أنا زاريسي مغتربة وأعيش في لندن مع أولادي، وشارك معكم فلوجات من حياتي اليومية وروتينات جمال وصحة وما إلى ذلك. بإذن الله تجدوا المتعة في فلوجاتي. بلشت الشتوية في لندن والبرد، وحان الوقت إلي أنه أضيف لخزانتي كم قطعة. البراندات اللي بشاركها معكم الآن هي من البراندات اللي أنا شخصياً بحبها كتير، هوبز، تيد بيكر، عندي كمان جاند وبراندات تانية. بس المميز بهاي البراندات إنه إحنا كمسلمات بدنا نلبس إشي يكون قطع فيها احتشام طويلة، فبتلاقوا هذا الإشي هون، والجودة والكواليتي كتير عالية، كمان السعر يعني مقبول بالنسبة لأسعار لندن ومنيح، فهي من الخيارات المميزة عندي. بعد ما عملت لي لفة بالسوق واشتريت إلي كم قطعة، حكيت بدي أروح على الكافيه كونشيرتو. الكافيه كونشيرتو هو كافيه إيطالي منتشر في لندن وإله فروع كتير، يعني عند الهاريدز، عند قصر الملكة، وين ما بتروح بلندن إلا ما يكون في فرع كافيه كونشيرتو. عندهم أشياء مخبوزات، الأكل عندهم طيب، عندهم الأفترنون تي لو بتحبوا تجربوا، فعندهم أشياء كتير وخيارات متنوعة، وحتى طبخ وباستا وكل إشي. اليوم طلعت على المنيو، كانت الدنيا هيك برد كتير، فحكيت خليني أطلب إشي يدفيني، فطلبت لي لاتي. وشوربة اليوم عندهم كانت شوربة خضار، فطلبت لي شوربة خضار. الشوربة تاعت اليوم اللي أنا طلبتها فيه وكانت لذيذة وبتجنن، واستمتعت فيها الحمد لله. بالشتاء لازم يكون عندي قطعة من تيد بيكر. الإشي اللي أنا كتير بحبه من عندهم هو الكوت. الكوت بيجي بألوان كتير حلوة، لون الكامل الجمل ولون الأسود، الجودة عالية جدا. يعني بتشتري الكوت من عندهم بخدمك 3 سنين 4 سنين، وهو لبسه حلو بجنن، فيعني يستحق. ابني ختم جزء عما، يعني عم ببلش خطواته الحمد لله، وطلبني هاي اللعبة على انه اطلب له اياها الاونلاين. فيها اكتر من 200 قطعة يعني من انواع صخور واشياء، وطلبني انه اعرفكم عليها، فانا رح اكتب لكم انواع هاي الصخور اللي طلبني افرجيكم اياها وانا بحكي لكم عنها، كنوع من التحفيز لما يقرأ صور كل فترة وفترة بحكي له انه انا رح اعطيك هدية. فكانت هاي الهدية كبيرة لما خلص الجزء. والمساء طلعنا الأولاد يتعشوا أو طلبوا حلو، ما بنعرف ليه الواحد هيك بالشتاء يجي على باله يأكل أكتر يحلي أكتر. لا طبعا أنا عند وعدي إلكم صحة تمام وغير شكل. أنا عملت عملية تذوق، يعني بس تذوقت من أطباقهم، وبصراحة كان كتير حلو فما حبيته. بآخر هذا الفلوغ رح أفرجيكم الوزن لما حكينا خلينا نبدأ شهر الصحة، ووزني لحد آخر مرة أنا وزنته الأسبوع الماضي، حتى تشوفوا قبل وبعد. ولكن أنا رح أعمل بعدين فلوغ خاص متخصص عن الوزن، وأنا طبعا مثل ما نبهتكم الوزن ما بيهمنا، لأنه أنا عم بلعب رياضة يوميا، عم بتزيد عندي الكتلة العضلية، إحنا بنقيس على الملابس، فالحمد لله عندي الوضع صار كتير واضح الفرق. إذا في إشي حتستفيدوا مني كتير بإذن الله فهي أمور تخص الجمال والعناية بالجمال، بوعدكم، لأنه عندي علاقاتي وعندي جراحين وعندي ناس خبيرة بهالموضوع، فبإذن الله رح تستفيدوا كتير مني بهالمجال. اليوم هاي الوصفة هي من الوالدة الله يطول عمرها، كبيرة بالعمر وما شاء الله عليها، وكتير يعني بتحب أمور الجمال جدا يعني. فحكت لها جبت علبة الشامبو، حكت لي حطي فيها روزماري وقرنفل، فحطيتها فيها عشان يأخذ الفوائد، وحكت لي كتير حينفع شعرك، فهاي الثقة من الوالدة إن شاء الله حتنفعنا. طلبتوني وصفة شوربة الفريكة. هاي شوربة الفريكة الزاريسية مثل ما بنحكي، أنا بعشق هالشوربة يعني بحبها كتير. بحط اللحمة بعد ما نظفتها وكل إشي بطنجرة الضغط، وزي ما أنتوا شفتوا فرجيتكم كيس البهارات الكاملة،
بحطها فيها مع بصل وهيل وهيك. الفريكة بنقعها وبصفيها من الشوائب، بس قبل بكون أنقيها من أي إشي فيها، بعدين أخليها تطبخ. لما تستوي اللحمة بطنجرة الضغط بضيفها للشوربة، والبهارات ملح وفلفل فقط، بس النكهة عالمية. يعني إحنا على فكرة في الأردن بيعملوا شوربة الفريكة للي بتولد جديد من فوائدها، يعني لأنها قمح ولحمة فيها وهيك. ولأني كنت مش ماكلة خبز من فترة مخففيته كتير، إجا على بالي شوي أكلت العجينة الحامضة مع شوربة الفريكة. بس عن جد والله إلي صديقات من بلاد تانية، مثلا من مصر وكذا، لما جربوها كتير حبوها وطلبوني الوصفة، ويعني الآن صارت جزء من عاداتهم في الطبخ. وهاري إجا يسلم علي وعليكم. الآن الشتاء بلش وبدي أعلمكم وصفة شتوية لذيذة مشهورة في بريطانيا، الستيكي توفي بودينج. كتير سهل وحيضل يعني تدعولي لأنه سهل، بس اتبعوا الوصفة بالدقة. نحط معيار المي اللي أنا رح أكتب لكم المعايير كلها تحت، وهذا التمر كان عندي كتير طري، وعيار التمر نخلطهم منيح، حسيت ممكن تزيدوا لها مي شوي. بعدين بتتركوها على جنب مع البيكنج سودا اللي نحطها عليها. بنجيب عيار الزبدة والسكر وبخلطهم منيح، بعدين أحط عليها البيض والفانيلا. هاي الخطوتين بدكم تحاولوا تحركوا قدر المستطاع، لو عندكم ماكينة ممتاز. أنا عندي ماكينة بس يعني ما حسيت إنه محرز إني أطلعها، فهيك خلطتها وكانت الأمور ممتازة. بعد ما نخلط عيار البيض منيح، بنجيب بمشبك نصفي عيار الطحين حتى ما يطلع معانا تكتلات. أنا نوع الطحين اللي استخدمته طحين سيلف ريزينج فلاور. بهاي المرحلة نخلط المواد الجافة منيح ونحرك ممتاز، ولما يتجانس كل الخليط بشكل ممتاز بنضيف له خليط التمر اللي تركناه قبل شوي على جنب. هذا الكيك لوحده لو خلطته وعملته وما بدكم تحطوا عليه صوص التوفي اللي فوقي، يعني هيك كيك شتوي رائع وممتاز مع كاسة شاي أو كوفي، ولا أحلى من هيك. خلطة الصوص اللي على الوجه هي كتير دسمة، يعني أنا بس حبيت أدوقها والولاد طلبوها، ولا الكيك لحاله طيب كتير صراحة لأنه بالتمر معمول. استوت عنا الكيكة ما أخذت 20-25 دقيقة، عينكم عليها. والآن رح أعمل إلها الصوص للستيكي توفي بودينج. التوفي سهل، بتحطوا العيارات مثل أنا هكتب لكم إياها. عيار الزبدة حطيناه، بعدين بعد ما نحط الزبدة بنجيب السكر البني. ممكن تجربوا سكر عادي صراحة، أنا بس كان عندي بني حطيته، بس هو للوصفة بني. وخلطتهم منيح، بعدين بتضيفي لهم كريمة وفانيلا. لما نضيفها منيح مع بعض، أنا حسيتها كانت شوي خميلة، فممكن تخففوها شوي بشوية كريمة زيادة أو مي زيادة. بعدين عملت ثقوب فيها وحطيت الصوص على الوجه وتشربت بالكيكة. وطبعا الكيكة عن جد طلعت طيبة كتير، وحكيت لكم لو ما بدكم الصوص عليها كمان لحالها هي زاكية كتير، واستمتعنا فيها. وأنا بستمتع معكم بالكيكة رح أحكي لكم عن شهر نوفمبر، شهر الصحة وتجربتي فيه ما شاء الله. رح أنا الآن كمان أنزل لكم الوزن اللي أنا نزلته، استمتعت فيه، ومثل ما وعدتكم والله فعلا خسرت وزني بكل سعادة بكل راحة نفسية. زادت الكتلة العضلية عندي، ما كان عندي توتر لأني ما كنت ضاغطة نفسي، ولا أنه أنا عندي وزن زيادة، ولا وترت حالي، وأكلت يلي نفسي فيه. وانتوا بتعرفوني بحب الخبز وبحب الحلويات وهاي الأشياء، أكلت واستمتعت وأكلت برا. ولكن اللي فعلا لاحظته أكتر شي فادني صيامي المتقطع، كان يتراوح ما بين 16-20-21 ساعة حسب المزاج، يعني أنا شجاع بالي. انتباهي للكمية، حتى لاحظت مع الصيام المتقطع خفت نسبة الأكل للخبز عندي كتير. وهنا حبيت أفرجيكم هذا الدفتر اللي بكتب فيه الوصفات الدائمة، يعني لو في وصفات عن جد بحبها
بتكون هاي خلص وصفة للعائلة. والستيكي توفي بودينج اللي أنا عطيتكم ياها اليوم هي جزء من وصفاتي الدائمة. فمثل ما حكيت لكم خسرت وزني بكل سعادة بدون أي توتر، طلعت برا وأكلت حلويات وكل شيء ونزلت بالوزن، وهذا اللي بدنا إياه.